يسعدنا أن نستضيف المفتي أحمد طالب من لبنان. مساء الخير سمحت الشيخ. نوال، مساء النور إليك ولجميع ضيوفك ومشاهديك. أهلا وسهلا، شرفتنا سمحت الشيخ. اليوم موضوع حلقتنا يتحدث عن الوضع الاقتصادي والوضع المالي اللي بات يسيطر على كل مفاصل حياتنا. يعني إحنا بالفترات الأخيرة في مجتمعنا العراقي صار عندنا نسبة ارتفاع بأسباب الطلاق، من ضمنها السبب الرئيسي هو العامل أو العنصر الاقتصادي. وهنا إحنا نريد نعرف شنو أكو متعلق شرعي بالموضوع. يعني اليوم مثلا بعض النساء تقول لك خلص الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا، إذا أنا دا أنفق على نفسي شنو بعد احتياجي للرجل؟ فأني اللي أريد أعرفه من حضرتك سمحت الشيخ، ما هو مبدأ القوامة؟ وهل هو يرتكز بالدرجة الأولى على المصاريف بشكل عام، على احتواء الرجل ماديا للمرأة؟ تفضل. أولا، موضوع الأسرة، لو سمحتي لي أني أبين أن مرتكز الأساسي هو ليس مرتكز مالي، إنما هو مرتكز شعوري وإحساسي ومعنوي، والذي أشير إليه بقول وجعل بينكم مودة ورحمة، ولم يقل وجعل بينكم حساب بنكي ولا صندوق مالي ولا أرقام مالية. المودة والرحمة هي علاقة إنسانية بامتياز تبرز فيها ملامح التضحية بين طرفين متحابين، كل واحد منهما يسعى لأن يضحي في سبيل الآخر من مبدأ الحب ومن الإحساس بالحب والشعور بالحب اتجاه الطرف الآخر. هذا المرتكز الديني الأساسي الذي تبنى على أساسه الأسرة، والذي تشكل هذه عناوين المودة والرحمة والحب و المشاعر والأحاسيس والاحترام المتبادل والحوار الهادئ، هذه مرتكزات تعتبر هي تشكل الأساسات الصلبة التي يبنى عليها بنيان الأسرة وبنيان البيت وبنيان العائلة. تمام. موضوع المال هو موضوع حينما توجد المحبة وحينما يبقى الحب موجود، و حينما تكون العلاقة بين الطرفين مبنية على أساس المشاعر والأحاسيس، أنا أعتقد أن الموضوع المالي يصبح هو على الهامش وليس أساسي، وسهل جدا الوصول إلى توافق بين الطرفين. المبدأ الديني صحيح أن الرجال قوامون على النساء، ولكن كلمة قوامون للأسف عم تفهم خطأ، يعني عم تضم إليها معاني مأخوذة من العرف الاجتماعي أو من العادات والتقاليد، بحيث أن الرجل يعتبر نفسه أنه هو صاحب الكلمة الفصل، وأن المرأة تسلب منها كينونتها الشخصية واستقلاليتها وذمتها المالية، وتصبح هي تابع بكل ما للكلمة من معنى، بحيث أنه ليس لها حق التصرف ولا الفعل ولا القول ولا الشراء ولا البيع. هذا الأمر لا يقره الدين، وهذا فهم مغلوط للدين تداخلت به كثير من العناوين العادات والتقاليد ونسبت إلى الدين وهي ليست منه أبدا على الإطلاق. العقد الزوجي حينما تقول المرأة للرجل زوجتك، وحينما يقول الرجل قبلت، هذا لا يعطي للرجل أي سلطة تزيد عن سلطة الاستمتاع في مقابل الإنفاق. أي أمر آخر بالمعنى الشيخ ملغي شخصية. عفوا شيخ، وصلتني لنقطة مهمة. هل هناك نص بالشرع بالقرآن بالدين حدد هذه المسألة، مسألة أنه وآتهن أجورهن، يعني شنو تفسيرها؟ كيف ممكن مثلا نطوعها بالحياة الزوجية أيضا؟ ليس المقصود، يعني الآية حينما تحدثت عن وآتهن أجورهن ليس لا تتحدث عن الزواج الدائم، ولا تتحدث عن علاقة الأسرة والبناء الأسرة الزوجية. نعم. موضوع الأسرة والعلاقة الزوجية وبناء الأسرة إنما تتحدثت عن النحلة التي هي الهدية التي تقدم في المهر، وهناك إنفاق في مقابل
بمعنى في مقابل المسؤولية التي ألقيت على الرجل. أنا إذا أردت أن أقول بالموجز، عملية قوامون لا تعطي أفضلية للرجل بمعنى أفضلية سلطوية، إنما تعطيه مسؤولية ومهمة يجب أن يعيشها بحب ويعيشها بحكمة ويعيشها بإدارة سليمة، لأن القوام هي تأتي من القائم على الشيء. القائم على الشيء يعني المدير والمدبر والعامل لمصلحة هذا الشيء. يعني دائما يقولون القائم على الأمر هو الذي يحمل المهمة التي يعمل فيها لمصلحة الأمر الذي أوكل إليه. فهي مسؤولية إدارية وليست مسؤولية تسلطية وليس مسؤولية لذلك نحن نقول دائما أن المعنى الرجولي إذا بدنا نحكي في عملية التفاضل، أولا قالت الآية بما فضل الله بعضهم على بعض، لم تعطي أفضلية لأحد على الآخر. يعني إذا أنا اعتبرت أن الرجولية هي أفضلية على المرأة من حيث أن الرجل هو أب ومسؤول، فأيضا المرأة من حيث هي أم هي أفضل من الرجل من حيث الأمومة، لأن ما تعطيه المرأة كأم من التضحية والسهر والعاطفة والتضحية والبذل، كل هذه الأمور التي تعطيها الأم هي يعني تفضل من حيث هي أم على الرجل، كما يفضل الرجل من حيث هو قائم ومسؤول ومدبر ومنفق وعامل على المرأة. فإذا عملية التفاضل